المجاهد بشير عليوة أحد المسيرين القدامى في صفوف فريق شبيبة جيجل. تم مفاجأته اليوم من قبل مسيري ومسؤولي صفحة تاريخ شبيبة جيجل في عيد ميلاده 93، رفقة أفراد أسرته الذين استحسنوا المبادرة وصرحوا لنا بما يلي. يعطيك الصحة، أون إيتي تخي كونتون دو بوفوا بارلي ليك، سيرتو هكذا بور أونوغي دابا جير، مون بير، أون بابا، أون إي با لا بور مونجي دي ميريت تاعو، مي غير الناس اللي مازالو يحبو فيه ويديرو الحوايج هادو، صافا دوزي، بارك الله فيك. خويا جو سوي تخي كونتون تي كي تفكرو هكذا، و سي فريمون توجور، عيد ميلاد سعيد بابا كيما قال، نبدو نقولو بابا. Finalement, chez des dirceaux, combien de générations redescendent de Djala par rapport aux joueurs, par rapport aux supporters, dans le football. C'était une sucette qu'on vous donnait pour vous attirer, qui drérit. Bah, c'est un bâle, c'est tout. C'était, on faisait de l'éducation. En 69, j'avais 3 ans avec. Mais, ben, il y a Haja Bak Salam et Salam, j'ai dit au national, il était président. ما نقول مشان أبغى تحكوا وتشوفوا لا بس وزعل على بلدي أنا سنة ليه أو كلها ناري كورولك ما زالت بركة بس كل هاي سردس ولا يبدأ ترد علي ما كان سردس كان جسوف علي سي في هذه سو فرانس وين كل الحمد لله جي أرتي حبها ربي On a fait le peu ce qu'on a pu. Ça m'a énormément ému. Ça m'a profondément touché. Bachir Aliwa, تاريخ عريق في كرة القدم الججلية. نتمنى له كل الشفاء والعافية وأطال الله في عمره وأدامه لمحبيه وعائلته. ننسى كل دقيقة حلوة وما ننسى حبرة عشتها نشت بدات تلوى تحت